السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا، مستورد، رجل يعمل مستورد وأيام الاعتكاف يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يسأل هل له أن يعمل مكالمات يعني في البيع والشراء من داخل المسجد؟ هل له أن يعقد اتفاقيات بيع وشراء داخل المسجد؟ نعم. الأسلم له في دينه البعد، ذلك بارك لأن الله فيك. لأن النبي قال: من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. بارك سؤال الله آخر يا شيخنا. نعم. طيب، دلوقتي سمعت فيديو للشيخ محمد مختار الشنقيطي يقول لا تتصدروا العلم، نحن ننقل الفتوى عنك وعن مشايخنا، فهل لنا ذلك أم لا؟ لا، كذلك مراده غير ذلك. أما أن تنقل الفتوى عن الشيخ نفسه، يعني إذا قلت أن الشيخ الشنقيطي نفسه قال كذا نعم. وكذا وأنت ضابط للنقل، فلا مانع أبدا، والعلم ينتشر بمثل هذا.